one of the thought leaders when it comes to SEO بالأردن. حيحكي لنا عن السوشيال ميديا نتوركس وكيف يساعدونا بالـ SEO. تفضل. صباح الخير، شكرا عشان جيت وشكرا عشان عمان تي تي تو هوست ذيس ايفنت. اليوم رح نحكي بموضوع، سامعيني منيح اول شيء؟ طيب هيك احسن؟ اكثر من هيك صعب صراحه. طيب اليوم ان شاء الله رح احكي لمده ساعه عن موضوع سيرش انجن اوبتمايزيشن والسوشيال ميديا، كيف انه السوشيال ميديا ممكن تساعدنا بالسيرش انجن اوبتمايزيشن. اول سؤال، اس اي او، مين سمع هذا المصطلح؟ مين شو بيعرف عنه؟ أول شيء نبدأ، مين سمع بمصطلح SEO؟ Not bad، تقريباً ربع الأودينس. مين بيقدر يعرف لنا إياه هيك سريعاً؟ شو معلوماتكم عن SEO؟ مين بتبرع يحكي هيك سريعاً؟ إذا في مايك بليز. طيب بدون مايك، ما أنك قريب منا. أوكي تفضل. ممتاز ممتاز، اوكي تفضل. هاو تو انهانس يور، طيب خليني اجاوبك سريعا عن الاس اي او. اس اي او اختصار لكلمه سيرش انجن اوبتمايزيشن، هي الاشياء اللي بنعملها على الويب سايت حتى نكون ضمن النتائج الاولى ضمن جوجل. طبعا هذا كل شيء، هذا الشيء بيهم كل حدا، اي حدا عنده ويب سايت، على اساس انه يجي ترافيك، لانه اي حدا على الويب سايت تبعه ما عنده ترافيك، زي حدا مثلا فاتح مول بالصحراء، حتى لو كان هذا المول بجنن، لو هذا المول كان ويب سايت كان بجنن كان ممتاز، اذا ما في ترافيك كانه مش موجود. اوكي هاي هي الاس اي او. خلينا نحكي شويه كيف كانت الاس اي او زمان وكيف صار. مين زمان كان بيستعمل ياهو للسيرش؟ أو والله ماشي الحال. أوكي زمان بالفترة ما قبل جوجل كان ياهو تقريبا مسيطر على موضوع السيرش. للأسف هم غلطوا غلطة كتير كبيرة، إنه اعتمدوا بالسيرش ريزلتس فقط على المحتوى تبع الموقع. طبعا صاروا كتير ناس عندهم ويب سايتس يسيئوا استخدام هاي الشغلة، صاروا يكتبوا أشياء على الويب سايت عندهم مش موجودة، ويب سايت يكون مثلا عن البزنس، ممكن يكتب اشياء MP3 فري ستاف، اشياء زي هيك، فصارت نوعا ما الريزلتس مش ريليفنت على السيرش ريزلتس. فاوندرز جوجل طبعا فكروا بطريقه ثانيه للسيرش ريزلتس، بتعتمد على شو الويب سايتس الثانيه كمان بتحكي عن هذا الويب سايت، مش بس الويب سايت شو عم بيحكي عن حاله. اوكي بالمناسبه لما جوجل بلشوا بدوا بالتعاون مع ياهو، مين عمره استعمل ياهو وكان يشوف بالريزلتس تحت powered by جوجل؟ توقعت انه عدد ايدين قليل. تخيلوا يا جماعه، للناس ما بيعرفوا هاي المعلومه، انه ياهو كان لهم دور كثير كثير كبير انه هم يعملوا جوجل، لانه جوجل رفضوا انه يبيعوا الالجوريثم تبعهم لياهو، فحكوا لهم انتم ممكن تستعملوا الالجوريثم اللي هو بيساعد بتحسين الريزلتس مقابل انه تخلونا تحت بالفوتر powered by جوجل. فشوي شوي صارت الناس تدخل على جوجل، صار جوجل اكيد اضخم بكثير من ياهو. اوكي نمشي اسرع شوي. هاي شكل السيرش ريزلت على جوجل، شايفين هاي الاريا المحطوطه بيد، بتعرفوا هاي هي السيرش ريزلتس اللي فعليا اصحاب الويب سايتس بيدفعوا مصاري عشان يطلعوا ضمن هاي المنطقه الاسي ام. باي ذا واي الاس اي او از بارت اوف اس اي ام، بس اني واي احنا عم نحكي عن paid. هاي النتائج الليستنج هون، هذا بيد. اوكي بالنسبه للاريا الثانيه هي الفري. بدي اسالكم، مين بيكبس على الاريا الاولانيه هاي البيد؟ مين بثق بهاي الاريا؟ واو تقريبا بس اربع خمس ايدين، مزبوط، اللي هي الصفرة السبونسرد. اوكي حوالي خمس ايدين بس، وهي مش سبرايز صراحه. تقريبا جلوبالي عندنا بس 10% من كل الكليكس على جوجل دوت كوم او اي جوجل ثاني، بس 10%
من الناس بتكبس على الpaid results، معناها أكيد 90% الثانية عنا على الفري. أوكي، أي ويب سايت معناها مش عم بطلع على الفري results في عنده مشكلة كثير كبيرة، إنه فقط 10% من الناس تضغط على اللينك تبعه ومدفوع، فأكيد في عنده مشكلة. عشان هيك أنا بحاول أوصلكوا أهمية السيرش انجن اوبتمايزيشن. لازم أنا أشتغل سيرش انجن اوبتمايزيشن على الويب سايت تبعي حتى أطلع within الأورجانيك فري ريزلتس. أوكي، مثال كتير صغير، لو مثلا شفنا كلمة وظائف، مين عمر استخدم الجوجل كيورد بلانر؟ سابقا كان اسمه كيورد تول، من فترة صغيرة صار اسمه كيورد بلانر. للي ما بيعرفه، هو تول من جوجل بمكنونا انه نعرف قديش في سيرش فوليوم على كلمه معينه، حتى يساعدنا بالتخطيط لموضوع الاسي او. كي راح اشرح انه لاحقا بعد اكثر بعد شوي، راح نلاحظ انه كلمه وظائف مثلا عليها 200,000 سيرش بالشهر. اوكي، خلينا نعمل شوية حسبة قديش ممكن الـ SEO يوفر علينا مصاري. لو حكينا أنه في عنا 200,000 سيرش، بالمناسبة النتيجة الأولى بجوجل حتى ضمن الفري بس بتاخد 40% من الكليكس، فتقديراً 40% من 200,000 هم 80,000 كليك. لو كان سعر الكليك 7 سنت، السبعة سنت أخذتها طبعاً من الكيورد بلانر تول، إحنا عم نحكي عن $5,600. هذا اللي بوفر علي الـ SEO، بوفر علي بس بشهر واحد على كيورد واحدة. فتخيلوا لو كان في عندي شغل على كتير كيوردز. بهمني بهاي المرحلة إنه الكل فاهم أنا إيش عم بحكي. في حدا ضايع، في حدا مش عارف وين إحنا، مش واضح الحكي، تفضل. مش كتير واضح. أوكي، هلأ أي حدا بيدور على جوجل على أي كيورد رح يطلع results، مزبوط؟ جزء من هاي الريزلتس فري اورجانيك، هذا بيطلع بناء على الالجوريثم تبع جوجل. اذا اي حدا هذا الريزلتس هي فري، جوجل ما بدفع مصاري الويب سايت حتى يطلع ضمن هاي الريزلتس. وفي ريزلتس مدفوعه اللي هي اللي قلنا هذا البارت، هذا البارت مدفوع. اوكي، هاي الاريا حاجزينها جوجل على اساس الناس اللي مش قادرين يطلعوا بالفري organic results حتى يدفعوا مصاري حتى يطلعوا بهاي الريزلتس. اوكي، فانا كنت عم بقول انه لو اشتغلنا منيح على الـ SEO على واحدة من الكلمات اللي هي مثلا وظائف، اوكي، ممكن انا اوفر على حالي تقريبا مبلغ $5,600، لانه هاي الكليكس اجتني ببلاش، ما اضطريت ادفع $5,600 بالشهر حتى اجيب هاي الكليكس. فانا عم بحاول اوصلكم قديش الـ value of SEO للشركات. اوكي، وقديش في ناس بتعمل انفستمنتس كثير كبيره كل شهر حتى يحسنوا امور الاس اي او عندهم. سؤال كثير مهم، ايش بدهم جوجل؟ مين بيقدر يقول لي ايش بده جوجل؟ ايش بدهم جوجل؟ ماني. ثانك يو فيري ماتش. جوجل شركه ربحيه، بتعمل كثير 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 بليونز اوف دولارز، تقريبا بتعمل كل 10 دقائق 1 مليون دولار اوت اوف البيد ادز. جوجل كمان لهم تقريبا حصة 33% من كل الصرف اللي بصير على البيد كامبينز اونلاين، لهم 33%. طبعا هاي نسبة كتير كتير كبيرة. اوكي، جوجل بدهم مصاري. طيب عشان يضلوا يجيبوا مصاري، بهمهم انه الريزلتس اللي عم تطلع بالسيرش انجن ريليفنت، انها فعليا يعني دقيقة او قريبة من الناس عم بتدور عليه. فعشان هيك جوجل كتير بعاقبوا أي حدا بحاول يتشاطر على جوجل. يعني مثلاً في ناس بالويب سايت تبعهم بحاولوا يعملوا invisible text، مثلاً الويب سايت لون الباكراوند أبيض، بصير يكتب كتير شغلات بالأبيض على أساس ما تبين للفيزيتورز بس إنه جوجل يشوفها. طبعاً هاي إحنا مسميها black hat SEO، كتير كتير جوجل بعاقبوا عليها. أوكي، فواحد دائماً ما يتشاطر كتير على جوجل. فهم في عندهم spam team بالمناسبة بيشتغل فيه 10,000 بني آدم كل يوم بيشوفوا ويب سايتس، كل يوم بيعملوا عندهم بلاك ليست بيضيفوا عليها ويب سايتس. ما حدا حاول يتشاطر كثير على جوجل، حاول دائما اعمل كونتنت ريليفنت وفعلا بيقدم فاليو للناس، راذر ذان انه انا اعمل تريكس حتى احاول اطلع بالتوب ريزلتس.
اوكي تذكروا رقم 10,000 بني ادم، لو كل واحد شاف 5 ويب سايتس باليوم بشوفوا 500,000 ويب سايت باليوم. اوكي بديش اروح كثير تكنيكال صراحه بالاس اي او، لانه انا مفروض احكي لكم عن دور السوشيال ميديا للاس اي او، بس كنت حابب اعطيكم يعني هيك سريعا كيف احنا بنبني الاس اي او بيراميد. اوكي اول شغله بهمني الويب سايت انه يكون اكسسبل لجوجل. اوكي زي ما قلت لكم مش كثير راح ادخل صراحه بديتيلز الاس اي او، لازم يكون طبعا في عندي يونيك تكست كونتنت، وهي اول نصيحه وكثير كثير مهمه، في كثير ناس دو كوبي اند بيست، هذا مش كثير هيلثي لاي ويب سايت، لانه جوجل بيعرف اول حدا عمل الكونتنت وذي ويل كونسيدر يو انت انسان بس بتعمل كوبي اند بيست، وهذا بالنهايه طبعا ما بيفيد صاحب الويب سايت. عشان هيك عم نحكي عن يونيك كونتنت، هاي اول واهم قاعده بالاس اي او. سايت ماب كثير مهمه، السيرفر ريسبونس كودز مهمه، يو ار ال ستراكشر، يعني بهمنا هون بجوز ناس تكون تكنيكال شوي عشان تشتغل هذا الشغل، بس كويب سايت اونر لازم تتاكد انه انت عم تعمل البيسكس اوف اس اي او حتى يكون ويب سايت جاهز انه جوجل يقراه. ثاني مرحله كثير مهمه اللي هي الكي وورد ريسيرش اند تارجتنج، راح ناخذ بنكست سلايد ان شاء الله اكثر عنها. موضوع اللينك بيلدينج كثير مهم، كيف انا مثلا بكتب على ويب سايتس ثانيه بحاول اجيب لينكس من ويب سايتس ثانيه حتى اشرح عن الويب سايت تبعي، هلا كمان البريفيو اباوت ات. واخر موضوع اللي هو كثير مهم اللي هو السوشيال. اوكي هلا I'll give you more details ان شاء الله. You have to get these right اللي تحت اول اثنين عشان يزبط معنا امور لينك بيلدينج والسوشيال. اوكي هلا اهم سلايد، what others say about you is more important than what you say about yourself. هلا نظريه جوجل للويب سايتس ان جنرال والريزلتس انه انا ما بدي فقط اعتمد على المعلومات اللي بتكون موجوده على الويب سايت حتى اعمل رانكينج، بهمني كثير اعرف شو التانيين عم بيحكوا عن هذا البني ادم. يعني مثلا لو كل الناس بيحكوا عن خالد الاحمد هو اشطر واحد بتويتر، خلص انا لسي انا جوجل بحكي اوف والله تو ماني بيبل سي انه هيز ذا بيست ان تويتر، معناته هي از ذا بيست ان تويتر حتى لو ما حكى عن حاله. اوكي عشان هيك موضوع السوشيال ميديا له دور كثير كبير بالاس اي او، لانه احنا كاننا عم نحكي لجوجل ان دايركتلي لسن هذا الويب سايت على الموضوع الفلاني. اوكي ليت مي شو يو ا فيري انترستينج اكزامبل. لو مثلا على جوجل كبسنا كلمه كليك هير، اوكي دورنا على كليك هير، التوب ريزلت راح تكون ادوبي بي دي اف ريدر. تمام طيب نروح على ادوبي بي دي اف ريدر البيج، راح تلاحظوا انه كلمه كليك هير مش موجوده بالتايتل، مش موجوده باليو ار ال، ومش موجوده بالتكست، لكنه هو توب ريزلت بجوجل. بتعرفوا ليش؟ مين بيحاول يحذر؟ كليك هير تو داونلود بي دي اف ريدر. اوكي لاحظوا هلا بليز ركزوا معي هاي النقطه، رغم انه بي دي اف ريدر البيج ما قالت عن ما كتبت ايفن كلمه كليك هير، لكن جوجل فهم اذا كل هالدنيا عم تحكي انه هاي البيج اسمها كليك هير معناته ات از كليك هير. هذا فيري انترستينج، لانه هذا تقريبا في الاسنس اوف اس اي او، كثير مهم نعرف انه الباك لينكس احيانا بيكون لها دور اكبر حتى من الكونتنت الموجود على الويب سايت. عشان هيك هلا ان بريف السوشيال ميديا لها دور كثير كبير، لانه لو كثير ناس على السوشيال ميديا عم بيحكوا عن ويب سايت معين انه عن توبيك معين most probably انه يساعده بالسيرش ريزلتس كثير. تفضل في مايك بس بليز. حسب علمي انه الفيسبوك ما بيعطي اكسس ل للسيرش انجن على المحتويات الموجوده جوا الفيسبوك، هذا صحيح؟ مش دقيقه المعلومه. هلا اول شيء فيسبوك وجوجل مش اصحاب، نبدا بهاي الشغله. طبعا هاي شغلات على البزنس ليفل، عشان هيك فيسبوك حتى بيستعملوا بينج، لكن كثير سيرش ريزلتس انا كنت ادور عليها كان يطلع لي من الريزلتس على الفيسبوك، فلا في لينك بينهم، بس يعني هم فعليا مش كثير اصحاب. بس بيسك لا، اي ريزلت اي شغلات عم تكتبها على فيسبوك بوست ممكن جدا 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 تطلع بالسيرش ريزلتس بجوجل. نعم، لانه في خبر قراته انا قبل اشهر انه فيسبوك بمنع جوجل تحديدا السيرش انجن تبع جوجل من انه يدور على المحتويات جوا، يعني مثلا واحد كاتب عن حاله بالاباوت. أوكي.
طبعا هلا كثير موضوع انه البوست افيلبل للببليك او برايفت بيلعب دور كبير. اكيد جوجل ما عندهم اكسس على البرايفت كونتنت، يعني اذا انت عملت ستاتس بينك وبين اصحابك جوجل ما راح يشوفوها، بس لو كانت ببليك يس راح يشوفها زيها زي اي ويب بيج تاني على الانترنت. تمام، معناته البيجز العاديه اللي على الفيسبوك متاحه للجميع. طبعا طبعا طبعا. في كان حد بده سؤال ثاني؟ فوق بليز. مرحبا، بدي اسال قديش السوشيال ميديا ممكن انها عم تلغي اهميه الويب سايتس والايميلز وهاي الاشياء، او للمستقبل ممكن؟ يعني بصراحه بحس انه الموضوعين شوي مختلفين. موضوع السوشيال ميديا اكيد له علاقه بالكونفرزيشن مع الناس وانجيجمنت مع الناس، لكن الويب سايت بضل شيء مفروض يكون موجود، لانه هذا هو المعلومات الرئيسيه تبعت الشركه اللي بتهمها تضل موجوده اونلاين. فهم شويه سيبريت، يعني ما بقدر اقول انه اي اهم، كل واحد له اهميه معينه. اوكي، شفتوا قديش مهم موضوع الباك لينكس؟ تمام. هلا الكيورد ريسيرش، اي اس اي او افورت لازم نعمله لازم يكون بناء على خطه معينه، بناء على بلان. فاول شيء بهاي البلان ببلش معنا بالكيورد ريسيرش. يعني انا لما بدي اعمل اوبتمايزيشن للويب سايت، على اي اساس بدي اعمل له اوبتمايزيشن؟ يعني هاي بين قوسين هون choosing your battles. انا ممكن اختار كلمه مثلا مش كثير ناس عم بيحكوا عنها، لكن مش كثير برضو عليها سيرش، هاي كمان مشكله. يعني ممكن اعمل اكتب توبيك عن زراعه شجر الزيتون على المريخ. اوكي، لما اكتب هاي الشغله انا راح اكون توب ريزلت، بس قديش في ناس عم بدوروا هاي الشغله؟ فانا الايديا الكيورد عندي لازم اوازن بين ثلاث اشياء، اللي هي الهاي فوليوم، انه نسبيا في عليها فوليوم مناسب في ناس عم بدوروا عليها كل شهر. اجين هاي متاحه المعلومه عن طريق الكيورد بلانر تول من جوجل. اثنين، لازم يكون عليها لو كومبيتيشن، يعني مثلا انا اليوم ويب سايت جديد صعب علي كثير اني انافس الويب سايت اللي لها فتره طويله اونلاين، اللي اوريدي عندها سمعه كثير منيحه مع جوجل، عندها عدد كبير من الباك لينكس. فانا يفضل اني استخدم كلمه عليها نوعا ما هاي فوليوم ولو كومبيتيشن، واكيد لها هاي فاليو. الهاي فاليو معناها انه هاي ريليفنت للكونتنت الموجود عندي على الويب سايت، الناس اللي عم بيجوا على الويب سايت عندي عن طريق هاي الكلمه ار سبيندينج انف تايم على الويب سايت براوزنج تو ماني بيجز. فانا لازم اوازن بين هاي الشغلات الثلاث. اوكي، التولز اللي بستخدمها الجوجل ادوردز تول او الجوجل كيورد بلانر اللي بستخدمها للهاي فوليوم تو ميجر الفوليوم. اللو كومبيتيشن، في ممكن انا ابحث بجوجل اكتب كلمه اول ان تايتل، لما اكتب اول ان تايتل على جوجل واكتب الكيورد اللي انا عم بدور عليها بحكي لي كم من ويب سايت ذكروا هاي الكيورد بالتايتل، فانا نوعا ما بعرف تقريبا قديش في عندي حجم الكومبيتيشن. سيم فور اول نيو ار ال، بكتب اول نيو ار ال بكتب الكيورد بعرف قديش هاي الكيورد مستخدمه بيو ار ال، فانا ممكن اعرف تقريبا حجم الكومبيتيشن. الهاي فاليو بعرفها من عن طريق الجوجل اناليتكس، قديش في ناس بيستخدموا جوجل اناليتكس من الاودينس؟ توقعت اكثر، تقريبا 10 ايدين. الجوجل اناليتكس بحر مزبوط، بس مين عنده ويب سايت وما بيستعمل جوجل اناليتكس؟ مين مانجينج ويب سايت وما بيستعمل جوجل اناليتكس؟ اوكي، كثير 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 مهم انك تستعمل جوجل اناليتكس حتى تعرف الناس من وين عم بيجوا على الويب سايت، قديش بعد وقت، قديش في بيجز بير فيزيت الى اخره. موضوع الاناليتكس كثير مهم، هو اهم تول تقريبا نعرف شو عم بيصير معنا على الويب سايت. اوكي، زامل وي نيد تو بلاي ا فيديو. طيب ويل سكيب ذات. طيب اتس اورايت، اكشلي اتس ا فيديو. ممكن اقول للناس بدي كونكشن كمان اشوف. طيب ليتس تراي اذا راح يشتغل معنا. كون الكونكشن صراحه مش كثير ريلايبل بفضل ما نعمل فيديو، بس ممكن احكي لكم عنه بسرعه. هو اتس 3 مينيتس فيديو من مات كاتس. مات كاتس هو المسؤول عن كل سبام تيم بجوجل. بحكي انه موضوع مين بيعرف مات كاتس للفضول؟
ايد واحدة تنتين تمام. بنصحكم كثير لأي ناس مهتمين بموضوع الـ SEO يتابعوا هذا الزلمة، يتابعوا البلوج تبعه ويشوفوا الفيديوز تبعه على اليوتيوب. مات كاتس كثير زلمة يعني من بيشتغل جوا جوجل أكيد وبيعرف كل إشي، وهو أكثر واحد بيشرح للناس عن SEO. فبيشرح لنا كان بهذا الفيديو عن أهمية السوشيال ميديا سيجنالز. أوكي، في مرة كمان سألوا جوجل إذا الريتويتس إلها علاقة كمان بتأثر على كمان السوشيال ميديا. فواحد سأل if an article is retweeted or referenced much in Twitter, do you count that as a signal outside of finding of an unknown follow links that may naturally result from it? The answer is yes. Okay. يعني في ناس كان عم بيسألوا إنه هالأشياء بتصير على تويتر، إذا في واحد إذا في تويت معين عملها كثير ريتويتس ومن ناس influential، هل هذا بيأثر على موضوع الـ SEO؟ طبعا كان الجواب يس، بيأثر على الـ SEO، لأنه جوجل بيحاولوا قدر الإمكان. في عندهم باي ذا واي تقريبا 200 عامل حتى يطلعوا السيرش ريزلتس 200 فاكتورز، فبعض هاي الفاكتورز هو قديش هذا الموضوع انحكى عنه على السوشيال ميديا وهاو ماتش ات واز ريتويتد. بيأثر اذا ما في، هلا في موضوعين، اذا ما كان في لينك احنا بنحكي احنا وي لوست ترافيك، لكن حتى لو ما كان في لينك بيعتبروها نوع من الاوثوريتي لهذا الويب سايت، في شيء اسمه دومين اوثوريتي. حتى الناس باي ذا واي بيعملوا مرات اوفلاين ايفنتس بتفيدهم حتى بامورهم الـ SEO. ما دام في باز، ما دام في توك اباوت ا سيرتن بيرسون عن موضوع معين، هذا بياثر بالـ SEO بوزيتيفلي اكيد. اوكي، فاحنا بنحكي انه الـ SEO and SEM should not be separate. There should be an element of SEO in all of our online activities. يعني حتى لما احنا شغالين على السوشيال ميديا يفضل انه في عندنا بلان معينه، احنا we're trying to position ourselves على keywords معينه. اوكي، هاي نحكي شوي عن البنفيتس اوف انجيجينج ان سوشيال ميديا. اوكي، او خلينا ندخل بيسكلي على السوشيال ميديا اكتيفيتيز تو هيلب وذ اس اي او. 1 كرييت سوشيال نتوركينج بروفايلز، يعني هاي احسن طريقه عشان انا اكسب باك لينكس كثير. بالمناسبه جوجل كثير بيكرهوا موضوع البيد لينكس، يعني في ناس اذا شفتوا ويب سايتس بتبيع باك لينكس هذا شغله كثير سيئه انه واحد يعملها. جوجل كثير بيكرهوا الناس اللي بيدفعوا مصاري عشان يطلعوا بالسيرش رانكينج. اوكي، فلازم ندور على تولز نوعا ما فري عشان احنا نكسب باك لينكس. احدى اهم التولز طبعا اللي هي السوشيال مثلا نيوز ويب سايتس. في كثير ويب سايتس بتمكننا انه نعمل بروفايل، فاحنا هيك عم نكسب باك لينكس، ولازم نكون طبعا اكتف على هاي الويب سايتس. يعني ضروري انه كل بروفايل احنا عم نعمل له كرييت نكون اكتف عليه. اوكي، طبعا السلايد شو موجود، يو كان داونلود ات زي ما قلنا على الفيسبوك بيج تبع الايفنت. انذر واي تو جيت باك لينكس، وهي كثير كثير بتساعدنا، اللي هي كويستشن اند انسر ويب سايتس. انا بيرسونالي سبيكينج كثير كيوردز قدرت اكسبها او كثير ريزلتس قدرت اكسبها كانت صعبه علي كثير انه اكسبها على الويب سايت عن طريق الكويستشن ان انسرز ويب سايت. في اكيد الياهو انسرز لها دور كثير كبير، ممكن اي حدا يتقمص شخصيه حدا عم بيسال سؤال معين ويجاوب حاله. هاي كثير افكتيف باي ذا واي، لانه كثير ناس when they search on Google they use questions. تفضل. الاي بي ادرس صعب يعرفوا جوجل انه نفس الاي بي ادرس. نو انت اهم شيء انك تستعمل اشياء بدوي، يعني ممكن انت ليجلي تعملها، يعني مثلا تخلي اي حدا يسال سؤال وانت يكون لك اكاونت على مثلا ياهو انسرز باسم الويب سايت وتصير تجاوب الناس، هاي بتزيد الاوثوريتي. عيد السؤال معلش. السؤال كان هو هل انه اذا انا مثلا بحط السؤال وبجاوب على حالي ممكن جوجل يكتشف اني انا نفس الشخص، وهل هذا له تاثير على انه يعتبرني سبامر؟ يس yes. هلا اكيد مستبعد جدا انه جوجل عم بيتبعوا الاي بي ادريسز اوف بيبل بيسالوا السؤال بجاوبه. عشان هيك انا قلت لك بفضل لو شخص مثلا يسال السؤال عادي، انت كان اسك يور فريند انه يسال هذا السؤال، وانت يكون لك بروفايل على ياهو انسرز وتجاوب باسم البراند تبعك، لانه هاي بتعلي
الاثوريتي بالنسبة لجوجل بيعتبرك شخص اكسبرت، لأن جوجل بده بالمناسبة بس شغلتين من أي حدا، أولاً يفهم الويب سايت تبعه عن إيش بيحكي، تنين إنه they are expert in what they're saying، إنه أنت عارف عن إيش عم تحكي، تمام؟ هاي بساهم فيها الباك لينكس، وبساهم فيها زي هيك لما أنت تجاوب الناس على الـ question and answer websites، في answers.com, stack exchange وكيورا. مين استعمل مثلاً ياهو answers؟ أو ممتاز. في مناسبة لجوجل موجود جوجل إجابات بالعربي. بالمناسبة جوجل إجابات من تجربتي الشخصية في أسئلة كنت أكتبها بعد 5 minutes تكون top result بجوجل. أسئلة معينة. طبعاً أكيد جوجل رح يغاوز مع جوجل إجابات. أوكي، وكتير كتير 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 بيغاوز مع ويكيبيديا. مين عمره كتب article على ويكيبيديا؟ Interesting. عدد منيح. لأنه ويكيبيديا إن جنرال مش سهل نكتب عليها. كمان ويكيبيديا من أعز أصحاب جوجل. هو whatever you write، وأنا again من تجربة شخصية I wrote some articles على ويكيبيديا بالكتير 10 minutes كانت top result بجوجل. أوكي؟ كلاود. هلأ إن جنرال جوجل بيحبوا الناس اللي ما بندفع لهم مصاري حتى يحطوا articles، فهم they know إنه ويكيبيديا الناس ما بتدفع مصاري عشان to have an article، وبيعرفوا انه كمان في بني ادمين they review pages، عشان هيك هدول الويب سايتس ان جنرال في لهم يعني بيغاوزوا معهم جوجل. اكيد another way to add profile pages اللي هي document sharing sites، be active on these sites. تفضلوا اذا في مايك بليز. عندي سؤال بالنسبة للويكيبيديا. لما تكتب ارتكل عليه أو إشي ويكون في باك لينكس أنت تكون بتبيع برودكتس، ممكن يعتبروه إنه مثلاً تايب أوف أدفرتايزنج؟ طبعاً بيعتبروه تايب أوف أدفرتايزنج، وعلى الأرجح إنه الارتكل تبعك ما تعيش أكثر من يوم أول ما حد يعملها ريفيو. لازم إحنا لما نكتب على ويكيبيديا يا جماعة تؤاد فاليو بالارتكل اللي عم نكتبه. أوكي، أنا ما بصير أكتب على ويكيبيديا أرتيكل إنه والله تم افتتاح موقع كذا كذا وإحنا أكبر موقع وأحسن موقع وتفضلوا عنا وإتسترا. نو، هاي كوميرشال، والكوميرشال كونتنت ممنوع على ويكيبيديا. لكن أنا اللي بنصحه مثلاً على الويب سايت عنا ممكن أنا في عندي يكون بلوج أكتب فعلياً نصيحة معينة للناس بتضيف فاليو إلهم، يعني فعلاً اللي بقرأ هذا البلوج استفاد إشي معين. فأول خطوة إن أنا أكتب أوريجينال فاليبل كونتنت. هذا الاوريجينال فاليبل كونتنت باخذه على ويكيبيديا، تمام، وانا بعمل الريفرنس اللي هو الويب سايت تبعي، يعني انا فعليا مش عم بعمل شيء غلط، كتبت ارتكل فيه فاليو مش كثير كوميرشال وكسبت باك لينك وبكسبت ترافيك من ويكيبيديا. طب هلا انا مثلا ببيع برودكت ومثلا برودكت نزل جديد، فكتبت انا اوريجينال كونتنت عن هذا البرودكت ومواصفاته مثلا وهيك، بس طريقه الامبيدنج لللينك للباك لينك لموقعي ممكن هي انه تكون زي ما تقول هي انه يشكوا انه هذا ادفرتايزمنت ويشيلوها مع انه انا ضفت فاليو. اوكي، هلا هم راح يشيلوا، يعني هم ان جنرال بيشيلوا اي ارتكل مبين كثير كثير كوميرشال. يعني انت حاول وازن شويه، يعني اعطي الفاليو تبعت البرودكت تبعك، حاول احكي باي ذا واي عن طريق يعني انت ثيرد بيرسون، ما تحكي باسم الشركه نحن شركه كذا كذا ونعمل والبرودكت تبعنا ممتاز. حاول انه كانه في شخص عم بيقيم البرودكت تبعك وبيحكي بيسكلي معلومات عنه. فيعني هم بالعاده بخلوا اي ارتكل بحسوا انه فاد البشريه بشغله واحده وما كان كثير كوميرشال. اوكي، وطبعا موضوع نركز شو الباك لينك تكست كثير مهم، هاي كثير بتفيدنا. اوكي، اسم البرودكت مثلا. اوكي، ثانك يو. انكوربريت كيوردز انتو تويتس اند بوستس. بما انه انا كاتب بوستس وتويتس، يفضل ان تكون هاي البوست والتويتس بتحكي بالكيوردز اللي انا اصلا عملت ريسيرش عنها. لانه حكيت لكم اول شيء ببلش فيه بقرر انا شو الكيوردز بدي اركز عليها. نفرض 10 او 20 كيوردز، بصير استخدمها نفس الكيورد بالتويتس والفيسبوك بوستس حتى اقوي وضعي مع هاي الكيوردز. ممكن سؤال؟ في ناس بعرفهم بيشتغلوا بالاس اي او بيحكوا لي انه لازم يدخلوا كلمات
انه مش ضروري ان يكون بيرفكت ان عربك، يعني لازم يكون مثلا شيء انه زي ما الناس بشكل عام بكتبوه طبعا in different ways، يعني مثلا طبعاً الكلمه يدخلوها باكثر من طريقه. طبعا هو احنا مرجعنا again هي التول اللي بعطينا اياها جوجل، بنفهم انه ايش الناس بتكتب. للاسف شديد احيانا في كلمات ناس تكتبها غلط، مش لغه عربيه صحيحه 100%، لكن عليها سيرش اضعاف مضاعفه عن الكيورد اللي هي باللغه العربيه الفصحى. انا دائما صراحه بكون عندي هذا النزاع جواتي انه استعمل الكلمه الغلط اللي مثلا عليها 10 اضعاف الريزلتس، ولا استخدم الكلمه العربيه الصحيحه اللي هي، يعني انا هيك بكون خدمت اللغه العربيه بس ضريت حالي من ناحيه الترافيك. للاسف دائما بفوز الترافيك. بضطر اني اكتب الكلمه زي ما الناس بكتبوها، لان انا بالنهايه بدي ترافيك، بس مش تكون كلمه يعني كثير غلط، يعني بس انه فيها شغلات الهمزه الهاء تاء مربوطه. اصلا ريسنت لجوجل بطل كثير يفرق بينهم، صار يعتبرهم نفس الكيورد. ممكن سؤال؟ تفضل. بالنسبه للباك لينكس من المنتديات، نعم، لسه فعالين ولا خلص؟ هلا خلينا نحكي بالباك لينكس ان جنرال. يفضل اول شيء اي باك لينك انه يكون من ويب سايت ريليفنت. يعني انا مثلا اذا عم بحكي عن ويب سايت ببيع فيه سيارات، مش معقول احط باك لينك بويب سايت مثلا عن مواضيع نسائيه، يعني خلينا نقول او مثلا اشياء صحيه، ما بتحس انه في كثير ريليفنت. فهي يعني انا عم بحكي لك هلا ان جنرال بالباك لينكس. وشغله كثير مهمه ثانيه عدا عن الريليفنسي، اهميه هذا الويب سايت. اذا كان هذا الويب سايت له عليه ترافيك كثير منيحه، يعتبر ريفرنس بضمن هذا المجال، يعتبر هذا كواليتي باك لينك. لكن اذا كان irrelevant من ويب سايت اصلا البيج رانك تبعه كثير واطي، ممكن يعتبر باد لينك. وريسنتلي جوجل صار يعاقبوا على الباد لينكس، يعني الناس اللي بيعبوا المنتديات باك لينكس لهم صار اثرها سلبي. زمان كانت مش مهمه، ما كانوا كثير يهتموا بالباك لينك، بس ريسنتلي صار يعاقبوا عليه. في منتديات عامه جدا زي دي في دي فور عرب اللي هي كانت صارت مكتوب، اوكي، يعني هاي مثلا الترافيك عليها عالي جدا ومتنوعه، فيها كل المواضيع اللي ممكن تحلم فيها، لكن برضو حتى هاي المنتديات صار اي لينك يجي منها احيانا يعتبروه باد لينك. يس. هلا هي هلا الباك انا بسال لانه يعني كانت في فتره اللينكات في المنتديات جدا مهمه. مزبوط. فجاه صارت كانه بدهم يعني تمدوا على اي منتدى، وهذا كتير أضر بناس كانوا يعتمدوا على هذا الموضوع. مزبوط. هلأ جوجل بيضل يتعلموا كل يوم، جوجل بيضل يتعلموا كل يوم، بيحاولوا قدر الإمكان إنه هم يعطوا الريزلتس المناسبة بغض النظر عن الناس اللي اشتغلت زيادة على موضوع الباك لينكس. يعني هم بيحاولوا إنه يعطوا الريليفنت ريزلتس بغض النظر عن الباك لينكس. أرجع لسؤالك، هلأ ما بضر إذا كان الويب سايت هو فعلياً، يعني أنا عم بقدم فاليو للناس بالباك لينك تبعي، يعني انا دخلت على فورم له علاقه بالمنتج تبعي، فما في ما بضر، هذا لا يعتبر باد باك لينك، اتس فاين تو هاف ات يعني، اوكي، بس ما له اهميه كبيره. يعني الفورم اللي بيسمح لكل الناس تعمل باك لينكس وعنده عشرات الاف الباك لينكس، ما بيعتبر جوجل باهميه مثلا ويب سايت تعمل لك باك لينك زي bbc.com cnn.com. يعني لما ويب سايت كثير كثير محترم يعمل باك لينك او تو منشن ويب سايت ثاني، هذا له قيمه اكيد اكثر من 1000 باك لينك مش مهم. اوكي، فمن وين الباك لينك هاي كمان مهمه جدا، مش بس العدد. اوكي، درايف ترافيك تو يور ويب سايت. لما سالني زامل انه بفيدني بلينك او بدون لينك، هو فعليا بفيدني، لكن انا كمان مش غلط اذا كمان جبت ترافيك للويب سايت تبعي. فكتير ناس ببالغوا انه ما بحطوا لينكس بالتويتس تبعونهم او بالفيسبوك بوست. انا دائما بنصح انه نحط اللينك عشان كمان احنا تو برينج ان ترافيك للويب سايت. فالسوشيال ميديا كمان كترافيك سورس تعتبر كثير مهمه. اوكي، معلش تعيد السؤال. هل بتنصح انه تكون الكونتنت موجوده على الويب سايت وانا بعملها شير على الفيسبوك في البوست او بعملها تويت في تويتر؟ نعم. وبعمل لينك للويب سايت في نفس الوقت. نعم، هذا طبعا بيرفع الاسيو بشكل نعم. طبيعي. نعم، اكيد بنصح ان الكونتنت تكون موجوده على الويب سايت، ويكون
النفس التايتل حتى مستخدم، هذا بقوي يعتبر باك لينك، بقوي التايتل تبع البيج. اوكي كثير بيهمنا موضوع الريتش اوت تو انفلوينشال سوشيال ميديا بيرسوناليتيز. يعني زي ما حكيت هلا للاخ اللي سالني عن موضوع الفورمز، كويس انه يكون في عندي باك لينكس، بس يفضل من كواليتي ويب سايتس. ونفس الشيء على السوشيال ميديا، لما شخص عنده مثلا 100,000 فولوور يعمل لي ريتويت او منشن، اكيد جوجل باخذه بعين الاعتبار هذا الموضوع اكثر من حدا اقل انفلوينشال على السوشيال ميديا. اوكي، فعشان هيك بيهمنا دائما تو بيلد ريليشن شيبس كثير منيحه مع الانفلوينشال بيبل على السوشيال ميديا، لانه التويت منهم او الفيسبوك بوست بجوز تفيدنا عن 100 باك لينك. اوكي publish content within a reasonable time frame. انتم بتعرفوا انه في شلف لايف لكل بوست، فيسبوك بوست والتويت، يعني الريتش تبع الفيسبوك بوست والتويت بيكون في قمته في اول هلا بيختلف من بلاتفورم لثاني، وهلا فيش ارقام كثير دقيقه في الموضوع، بس الاغلب عم بيحكي انه 50% من الريتش بيتم within the first 5 minutes تقريبا. اوكي، بجوز كمان خالد اكثر يعني يعطينا عن هذا الموضوع، بس بهمنا كمان انا امتى بعمل الكونتنت هاي بعملها ببلش. اوكي، الموضوع التايم تبع الببلش كثير مهم. يقال انه كمان بعد 22 hours تقريبا اي بوست او اي فيسبوك تويت او فيسبوك بوست تقريبا بتصير almost dead. يس هلا في عندي انا صراحه معلومات بالنسبه لفيسبوك. او لو تعيد السؤال. اوكي، بدي اسالك انه قديش الشلف تايم تاع البوست على تويتر وفيسبوك؟ يس، انا في عندي شويه معلومات عن الفيسبوك بوست، انه الفيسبوك بوست جيت 50% اوف ذير لايكس اول 80 minutes. هاي كشلف لايف، بس ده تويتر صراحه ما عندي معلومه دقيقه عنه. يعني again know when to publish on social media sites. يعني أنا بهمني أعرف البيهيفير تبع الناس على هاي الويب سايتس in general، إمتى بتكون active. أنا بهمني كمان أنا to engage معهم بهاي الأوقات. think كمان معلش سؤال خالد covered that. سؤال yes. هون تفضلي. نحن ضلنا نحكي بس عن فيسبوك وتويتر، طيب يوتيوب ما له دخل، خصوصا على جوجل، جوجل بلس؟ لا طبعا بدي احكي عن هاي الاشياء، وشكرا عشان سالتي. بالعكس انا دائما بحكي انه الناس كثير مضايقين موضوع السوشيال ميديا بس بفيسبوك وتويتر. بالمناسبه جوجل بلس بالذات عم بيكتب كتب عنه، عن قديش له تاثير على الاس اي او. وبالعكس انا بنصح كثير الناس بيشتغلوا اس اي او يكونوا اكتف على جوجل بلس اكثر من فيسبوك وتويتر، لانه هلا يعني اكثر اريا، اكثر فرصه لجوجل انه هم يقووا جوجل بلس كانت موضوع الاس اي او، وهم بيعرفوا هاي الشغله. فمن التيبس مثلا بنصح فيها كثير، انه كل حدا بكتب كونتنت على اي ويب سايت يكون له جوجل بلس بروفايل، وهو دائما يستخدم الجوجل بلس بروفايل كاوثر لهاي الكونتنت. هاي بتعطيها بوش كثير عالي على 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 السيرش ريزلتس. هلا اي حدا بكتب اي كونتنت، مثلا انا عندي كونتنت ويب سايت بحط اخبار، ويفضل اني انا كاوثر، هاي كمان التكنيكال بيبل بيساعدوكي فيها، اهم شيء تعملي جوجل بلس بروفايل كاوثر وبيستخدموها بالكود، حتى بصير يطلع within السيرش ريزلتس. within السيرش ريزلتس بيطلع الاوثر. فجوجل بلس له اهميه كثير كبيره، ويوتيوب كمثل باي ذا واي كمان يوتيوب. بس مشكله يوتيوب انه اغلب الناس صعب عليها تحط كونتنت على يوتيوب كونه اتس فيديوز، بس جوجل بلس انا كثير بنصح الكل يكون اكتف عليه. بعرف عندنا بالريجن مش كثير مستخدم، قليل الناس بيستعملوه، بس قدر الامكان الواحد يكون انجيجد مع الناس، لانه بعطيني برايورتي حتى للناس اللي وذين السيركلز الموجودين معي. فكثير مهم انه نكون اكتف اوسو على جوجل بلس. يس مايك بليز. لا خلص. عندي تعليق على ذروة البوست. بتوقع انه مش كتير له وقت او توقيت زمني او شيء هيك، الواحد ينزل مثلا الظهر كتير في ناس فعالة، بالليل الى اخره. البوست نفسه والشخص المؤثر هذا
اي وقت بنزل واي وقت بعمل يعني شيء كويس للناس، الناس تتفاعل معه، بتكتب يعني بتصير ردود واشياء هيك، حتى لو بعد ساعتين او ثلاثه. وانا يعني هاي لاحظتها يعني شخصيه، يعني باش اذا بوافقني مثلا خالد، بس انا اي ثينك لا لسه متاكد انه معظم الناس على الاقل على الاقل في اوقات الفولورز او الفانز بيكونوا اكتف اكثر من اوقات ثانيه. لا انا بخالفك. هو ديبيت ممكن نحكي فيه طويل. يس. بس يعطوك المايك بليز. كنت بدي اعلق انه اذا كانوا الفولورز تاعونك من كل مكان بالعالم او اوكي، فانه انت كيف بده يكون الوقت معين؟ هلا اذا انا بالاردن مثلا ممكن احكي الليل ونهار، بس اذا انت كنت عم تحكي عن ما في مشكله. هلا في كثير ناس مثلا انا بتابع جاي كاواساكي على تويتر، بلاحظ انه هو بيعيد التويتس تبعته كل 4 أو 6 ساعات، فهو فعليا بيعمل هيك عشان توريتش الناس اللي من ديفرنت تايم زونز. فيعني انا ما بقول انه واحد، يعني بجوز عشان كمان اعلق على على ملاحظه الاخت قبل، مش غلط لو واحد مرات عاد التويت باوقات ثانيه عشان توريتش الناس اكثر. حسب انا هل 90% من الاودينس تبعي بالاردن ولا مثلا بدول ثانيه، طبعا بيلعب دور. كان في سؤال ثاني بس لحظه بليز، كنتك تساله وخلص مايك بعلق دقيقه بليز، بس لانك سالت اكثر من الثانيين تفضل. بس بدي اسال، النصائح بنحكيها عن جوجل هي الناس تنطبق على بينج وعلى ياهو، ولا في لكل سيرش انجن يعني مخصص معين فيه؟ هلا هو بصراحه انا لما احكي سيرش انجن اوبتمايزيشن بحكي عن سيرش انجنز ان جنرال، لكن كونه جوجل عنده حصه الاسد وحتى بيدعوا انه بينج بياخذوا منهم سيرش ريزلتس، فاحنا مضطرين نضل نحكي جوجل جوجل. بس هو فعليا انا عم بحكي عن سيرش انجنز ان جنرال، معظم السيرش انجنز اللي عم تتبع نفس الالجوريثمز، بس اكيد جوجل هم اللي يعني لهم حصه الاسد. بالمناسبه في حد بيستعمل بينج للسيرش؟ ولا لا لا والله نتبه، يعني تقريبا 10 رفعوا ايديهم. متى بتستعملوا بينج؟ مين بيحب يقول لنا امتى بيستعمل بينج؟ لما بدك تدور على شخص، عن معلومات عن شخص. اوكي بالغلط. فيسبوك عم بيحاول يقوي بينج باي ذا واي، يعني بس تفضل. بس بصير تحكي ولاحظتك على المايك. بحكي على جوجل اناليتكس بيجيني ترافيك منيح من بينج ومن ياهو، فانا مش راح اخذهم اكيد بعين الاعتبار. اكيد بس تستخدمه يعني اكيد اكيد اكيد، بس صار في عندي صراحه فضول اعرف الترافيك عم بيجيك من اي بلاد تقريبا، لانه تقول لي انه في نسبه منيحه من بينج وياهو. هلا من البلاد العربيه بشكل عام، بس أوكي. انه لو تحكي مثلا 10% اكيد مش راح تطنش يعني 10%. اكيد اكيد، انا دائما بحكي انه السيرش انجنز كلهم اولاد حلال، بس يعني جوجل مشكلة انه هو اكثر شيء مستخدم حتى بالعالم كله، حتى بامريكا بينج حصتها كثير كثير قليله. بس لا خذهم كلهم بعين الاعتبار اكيد. اوكي هلا بالنسبه لي انا هيك انهيت البرزنتيشن، اذا في ان جنرال كويستشنز عن الاس سي او كمان او سوشيال ميديا تفضل. بس في سؤال ثاني يعطيك العافيه. اهلا الله يعافيك. انا بس عندي سؤالين. تفضل. السؤال الاول، على اي اساس بالفري زون بجوجل يكون الويب سايت الاول واحد؟ ايش الويب سايت لازم يعمل عشان يجي السيرش يكون الاول؟ ممتاز، هذا اكثر سؤال بنسأله بالاس سي او، كيف انا اكون توب ريزلت بجوجل؟ هلا زي ما قلت لك بس اجاوبك اول واحد، انه هلا في شغلتين رئيسيات زي ما حكيت، اول شيء تكون كونسيستنت بالكونتنت الموجود عندك على الويب سايت، يعني لما جوجل يدخل على الويب سايت يعمل سكان لهذا الويب سايت، يفهم انت عن شو بتحكي، اوكي؟ هاي نقطة كثير مهمة، لأنه الويب سايتس بتحكي بكثير كثير كثير توبكس، مرات بيكون الموضوع أصعب شوية. اثنين، لازم تثبت لجوجل إنه أنا بفهم أكثر من الثانيين بهذا التوبك. هلا أول شيء بهتم بالكونتنت الموجود عندي يكون يونيك، يكون مرتب. اثنين، عشان أقنع جوجل إنه أنا إكسبرت، بدي هون بدها هون بده الواحد يشمر عن إيديه ويشتغل. سوشيال ميديا باك لينكينج، حتى لو اوف لاين ايفنت الناس عم تحكي عن ويب سايت معين، اي بز انت بتعملها اونلاين بتساهم انه احنا عم نعطي سيجنلز لجوجل انه اسمع هذا الويب سايت بالتوبيك الفلاني بفهم، فلما الناس تدور عليه اعطيه برايورتي احسن. اوكي، فهي يعني هذا الجواب الجنرال. هلا كل ويب سايت له كيس لحاله،
كل فيلد معين من الويب سايتس في له طرق معينة. في عندك سؤال ثاني؟ انت حكيت انه جوجل جت بيد 7 سنت لكل كليب حسب الكيورد. طب هو بيز ذم يعني مين بعطيه؟ الادفرتايزر. هلا مثلا افرض انا هاي الكلمه كانت وظائف، انا عملت ويب سايت عن الوظائف بالاردن بجنن، في عندي فيتشرز مش طبيعيه، بس عمي كل ما الناس تكتب وظائف بالاردن بطلعش بالتوب ريزلت، وبعدين بدي ادفع. اوكي، اصلا هذا كان اكثر ريفينيو ستريم بجيب لجوجل انه الادفرتايزر بدفع. بالمناسبه ال7 سنتس اللي بتدفعها هاي بنسميها سي بي سي او كوست بير كليك، بتختلف حسب الكيورد. بالمناسبه في كيوردز مثلا بامريكا بتوصل $40 في 47 مره شفت كلمه انشورنس، كلمه انشورنس وصلت $47 بير كليك، يعني لو اجى 1000 كليك بهذاك اليوم دفع $47,000. اوكي، احنا طبعا محظوظين بالريجن انه عندنا السي بي سي كوست كثير واطيه لانه الكومبيتيشن كثير قليله، حتى الادفرتايزنج فيه كومبيتيشن لانه هو اوكشن زي ما زاد، اللي بيدفع اكثر بيطلع اكثر من الثاني. تفضل عمر. برا البزنس اذا واحد بيحكي عن مدونه ايش احسن موقع تواصل اجتماعي يستخدمه، وشو هي سيرش انجن ووردز اللي يستخدمها؟ تمام. وهل يعيد يعني تدويرها في اوقات معينه ولا يبعثها مره وبعدين؟ ممتاز. خلص. ممتاز. هلا باعتراف مات كاتس من جوجل، اكثر سي ام اس يفضل للاس سي او هو ووردبريس. ووردبريس ان جنرال هو يفضل بعنف لموضوع الاس سي او، بيقطع شوط كثير كبير انه يكون جاهز الويب سايت للاس سي او. هاي اول شغله. اثنين، موضوع قديش تعيد الكيورد ضمن البوست، هاي لازم تكون كثير حذر فيها، لانه في شيء اسمه كيورد ستافينج. اذا لازم تكون تقريبا الكيورد اللي بتستهدفها بالبوست ماكسيمم 5% من التكست. ماكسيمم 5% من التكست، يعني مثلا لو انا بستهدف كلمه الوظائف مثلا، مش معقول انا كل 3-4 كلمات اعيد كلمه وظائف وظائف وظائف. هلا تكرار الكيورد كويس، بس يعني خلينا نحكيها بالعقل، لازم يكون around 5% من كل التكست. يعني إذا عندي 100 كلمة على هاي البلوك بوست، يفضل إنه حوالي 5 مرات أعيد الكيورد أنا بستخدمها. أكثر من هيك بصفي جوجل بحس إنك أنت عم تبالغ بذكر الكيورد، بس إذا ذكرتها أكثر من ويب سايت ثاني بحكي أوكي هدول التو ويب سايتس آر كومبيتينج على هاي الكيورد، بس هذا البيج ذكرتها 4-5 مرات وهاي البيج ذكرتها مرة، أنت بيكون عندك يعني تشانس أكثر إنك تطلع فيها. موضوع حتى مرات التكست فورماتنج له دور، يعني انا الكيورد لو عملتها بولد انا كاني عم بحكي لجوجل انه انا مركز على هاي الكلمه بهاي الكيورد، يعني بمعنى اخر كاني عملت براندنج للبوست على هاي الكيورد. اوكي، فهاي النقاط كلها مهمه لما انا اعمل بلوج بوست، والبلوج بوست ان جنرال السيرش انجنز بحبوهم لانه بيعرفوا انه موست بروبلي هاي يونيك كونتنت، فإلها بلس يعني. وين ما بتقدر انك انت تحكي عن البلوك بوست تبعك وزعها، بتساهم انه هي ترفع كمان بالسيرش انجن رانكينج. يس. اوكي. which is more SEO friendly, blogger ولا ووردبريس؟ ووردبريس. ووردبريس. بس هلا احنا عم ناخذ one factor من 200 factors بالاس سي او، عشان ما نحكي انه اللي بيستعمل ووردبريس خلص شو ما يكتب كيوردز رح يكسبها، عم نحكي عن one factor من كل factors، لانه ووردبريس كثير ماخذين موضوع السيرش انجنز بعين الاعتبار، موضوع السيرش انجن فريندلي يو ار الز التايتلز، يعني بتقطع كثير شوط كبير من الاون سايت اوبتمايزيشن لما تستخدم ووردبريس. بس تذكر انه في 199 عامل ثاني تشتغل عليهم بالاس سي او. هو احنا كان المفروض هذا اخر سؤال، ناخذ اخر سؤال. اوكي تفضل. هلا السؤال الاول بدي اساله، هلا الروابط العربيه اللينك لما احطها بالعربي مثلا example.com/ هيك بدي اكتب كويس، هيك منيحه، بس مشكلتها لما تنحط على الفيسبوك تنحط برموز غريبه، هذا بياثر على الاس اي او ولا لا؟ منيح. اول شيء انا بنصح الناس انها تستخدم باليو ار اس كل احرف عربيه. اوكي، هاي كثير منيحه بالذات اذا انت عم تستهدف كيوردز عربيه. اوكي، فانت مش عشان انا
عشان السوشيال ميديا اللينك بصير كثير طويل ما استخدمه. فاول نصيحه انك لا استخدمه اوكي، وجوجل باخذه بعين الاعتبار، بيعتبروه انه اذا انت حاط الكيورد باليو ار ال معناته كثير مهمه. موضوع الشورتنينج يعني اوكي بضعف شويه اللينك شويه بس مش كثير، يعني انت يلقيت ترافيك وجوجل بيفهموا محتوى التويت نفسه. يعني جوجل حتى مش بس بتطلعوا على الباك لينك، بتطلعوا على الكلمات اللي حوالين الباك لينك، فهي كمان لها دور، فمش مشكله يعني دوت. هلا سؤال، مثلا موقع دموس كان له تاثير كبير انه اذا حطيت موقعك عليه للاس اي او هو دليل الرانك تاعه عالي كثير. الشيء الثاني كان المواقع اللي كنت تغذيها عن طريق الار اس اس زي تكناري والشيء اللي بسحبه من البلوج، هل صارت هاي مضره هلا؟ لانه بقولوا لا. بالقانون الجديد صارت تضر. اذا انت عندك ار اس اس فيد على البلوج تبعك بالعكس هذا كثير منيح، لانه الناس بيسكلي عم تعمل لك باك لينكينج. لا هذا ما مين حكى انه مش منيح، بقول انه هيك تعتبر كانها سبام انه بضل مواقع زي هيك. انا انا بكتب بلوج مثلا عن الرياضه وعامل ار اس اس فيد، اللي بده يحط الكونتنت تبعي عنده ما عندي مشكله، فهي ما فيها اي ضرر عادي انشر الار اس اس فيد بالعكس من يعني هاي بيست براكتس انك انت تحط ار اس اس فيد. شكرا يا جماعه، انا موجود طبعا ان شاء الله معظم اليوم، اذا حدا عنده اي سؤال انا جاهز اساعده. شكرا. شكرا جودة. هنا احنا ماشيين بالتويتر اكاونت سو فار، شايفين ايش الشباب عم يسووا، they are following people and they are engaging with them. سو فار من الصبح لهلا 65 it's very healthy 1 to 1 follow ratio 50 تويت طلع سو فار. سو مين بدي حذر من هون للساعة 4 كم فولوور حنوصل؟ just tweeted send a tweet guess how many followers but I think 95 is good number. هلا we're gonna take a break، حنرجع الساعة 12 للبانل، حيكون زيد ناصر المودريتر مع تكيتم علي LG و The Online Project. See you at 12.